وكالة المياه الفلاحية مع مجموعة القرض الفلاحي من ضمن المنتدى حول الاستثمار في سلسلة التمور على هامش الدورة 11 لمعرض سيدات 2022. هذا المنتدى هذا العام اخترنا له موضوع جد مهم اللي هو الاستدامة والتكيف في صلب الاستثمار في سلسلة التمور، لأن هذا الموضوع جد مهم في هذا يعني الحالة الراهنة اللي كيعيشها العالم بأسره فالتغيرات المناخية، يعني خاصنا نشجعوا الاستثمار ولكن خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار التنمية المستدامة، كيفاش نحافظوا على الواحات ديالنا، كيفاش نشجعوا الاستثمار ويكون واحد يعني نظرة ديال المستقبل للحفاظ على هذا يعني الباتريمون اللي عندنا ديال الواحات، واللي خصوصا في سلسلة التمور اللي كيحتاج واحد يعني واحد المواكبة من أجل الحفاظ على هذا الواحات اللي عندنا جد مهم جد مهمه في القطاع الفلاحي ديالنا. الندوه اللي حضرناها اليوم هي كانت كتمحور حول سلسله النخيل بصفه عامه، والتدخل ديالنا كان بالاساس على المحور او الاشكاليات الموارد المائيه. فخلال التدخلات والنقاشات اللي كانت خلال الندوه، التدخلات كلها تمحورت تقريبا حول الاشكاليه واللي كتلخص في تسلسل او توالي سنوات الجفاف اللي اثرت بصفه سلبيه على مخزون الموارد المائيه من جهه، وكذلك على سواء المعبأة بواسطه السدود او مخزون المياه الجوفيه اللي عرفت كذلك تراجع نسبه او مستوى ديال المياه الجوفيه تقريبا اللي انخفض بمتر ونصف الى 3 أمتار بمناطق الواحات. كان اذا الندوه كذلك طرقت الحلول اللي كتقوم بها الدولة أو جميع القطاعات الوزارية من أجل جوستومون من أجل الحل هاد أو التماشي مع هذه الإشكالية. كاين هناك مشاريع أو برامج تعبئة الموارد المائية إضافية، كاين عبر بناء سدود كبرى أو صغيرة ومتوسطة، كاين هناك برامج كتتعلق بتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية سواء عبر عصرنات أو إصلاح شبكات الري، كذلك هناك برامج كتهم الحفاظ على التراث المرور الثقافي ديال الخطارات، فكاين برامج مهم في إطار الجيل الأخضر كيهم إصلاح حوالي 245 خطارة خلال مرحلة الجيل الأخضر. كاين هناك كذلك برامج كتهم اتفاقات أو ما يسمى بعقدة فرشة مائية من أجل عقلنة استعمال المياه الجوفية، كعلى سبيل المثال عقدة فرشة المائية لمسكي بودنيب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.